مرسم تشكيلي يستمد رمزيته من المكان حيث منزل الراحل الفنان هاشم علي، أول مؤسس لمعرض الفنون التشكيلية باليمن منذ منتصف القرن الماضي. هنا يقوم رفاق الراحل بتزيين منزله بالجدارية المذيلة باسمه، وكذلك بعض من زملائه ومحبيه ممن يحرصون دوما أن يبقى اسم هاشم علي حاضرا في مختلف المراحل. بجهود ذاتية قدم مكتب الثقافة وكثير من نجوم الفنون التشكيلية هذه الهدية وهذا البيت، بعد مزاد، بعد معرض، بعد جهود كبيرة جدا استطعنا أن نحصل على نشر هذا البيت لأسرة هاشم علي، هذا الأيقونة العالمية الرائعة، أيضا بدعم كريم من دولة رئيس الوزراء معين عبد الملك، معالي وزير الثقافة مروان دماغ، أيضا القديرة توكل كرمان، استطعنا أن نشتري هذا المنزل لهذه الأسرة، أن نقدمه اليوم هدية، أن نفتتح مرسما خاصا لأول مرة نعرض فيه لوحات أصليات لهاشم علي، اشترينا بعضهن وبعضهن بتعاون بعض الجهات. بجهود ذاتية لبعض أصدقاء وزملاء الفقيد وبدعم من الناشطة توكل كرمان ومشاركة محدودة من السلطة المحلية، تم توفير هذا المنزل لأسرة الراحل هاشم علي، خصوصا بعد تدهور أوضاعهما المعيشية وإهمال السلطات المتعاقبة بعد رحيله بصراع مرير مع المرض. نحن يعني كنا عايشين في بيت إيجار متدهور، وكان مرة يعني فظيع وكذا، والآن هم دعمونا ببيت جديد. أسرة هاشم علي تعاني الكثير بسبب وضعها المادي والراتب، طبعا عدم الراتب وتوقف الرواتب له، طبعا 2 من أولاده في حالة نفسية، طبعا تعبانين نفسيا، إلى جانب البنات والزوجة مقعدة في البيت تعبان، وضعهم مادي طبعا حرج جدا، لكن نحمد الله ان البيت هذه قد تكون تخفف من هذه المعاناه، ونشكر طبعا مدير مكتب الثقافه لتوفير هذه اللوحات الاصول والتي كان لها حضور نوعي طبعا في داخل البيت. خطوه جيده لتقدير تاريخ ومسيره فنان بحجم هاشم علي، لكن بحسب القائمين لن تكون كافيه لانتشال الاسره من واقعها المعيشي المرير في ظل افتقار المنزل للمقومات الأساسية للعيش. بعد عناء ومكابدة استمرت لسنوات، أخيرا تتسلم أسرة الفقيد هاشم علي هذا المنزل المتواضع، لكنه مجرد مبنى خاليا يفتقر لأبسط المستلزمات المنزلية. فهل ستبادر الجهات المعنية بالمحافظة لرعاية ودعم أسرة الفقيد واعتماد مرتب شهري، أم أنها ستتركهم فريسة للمجهول؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.